الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاله حين يصبح موقنا به فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قاله حين يمسي موقنا به قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. شوف إن شاء الله دقائق مع هذا الحديث العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار. ونحن لما نخش في لما تتأمل وفي هذا الدعاء وهذا الذكر تعرف أنه سيد لجميع الاستغفار وسيد لجميع الدعاء. اللهم أنت ربي، إقرار من العبد بربوبية الله سبحانه وتعالى. اللهم أنت ربي وأنا عبدك، خلقتني، ده إقرار ثاني بالربوبية. والخلق، الإقرار بالخلق إقرار بربوبية الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم. هذه كلها الربوبية، الخلق. هل من خالق غير الله؟ يا ناس، في زول خلق فيك شعرة، خلق فيك دفن غير ربنا سبحانه. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ الرزق في السماء والرزق في الواقع. ربنا يسأل: هل في أحد يملك هذا الرزق ويعطي غيره سبحانه وتعالى؟ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو. بعد أن بين الله سبحانه أنه هو الخالق وأن الخلق له وحده لا شريك له وأنه هو الرازق، الرزق الذي يكون من السماء والرزق الذي يخرج من الأرض كله من الله، قال بين أنه هو المستحق للعبادة. شوف ربنا في هذا الآية الحديث: أنت ربي وأنا عبدك، خلقتني. شوف أنت، اللهم أنت ربي وخلقتني. أول حاجة العبد أقر لله سبحانه وتعالى بالخلق والرزق والربوبية. وفي الآية ربنا أول حاجة قدم الخلق والرزق، ليه؟ عشان يوريك بعد ما احترفت إنه الله الخالق وإنه الله الرازق، احترفت واستيقنت لهذه المعلومة، ربنا دعني يوريك إنه ما في أحد ثاني بيستحق يعبد مع الله. تعبد ليه؟ أنت بتعبد الذي يخلق والذي يرزق والذي يدبر الأمر. زول له خالق، له رازق، لم تدبر أمرك، تدعوه مع الله، تتوكل معاه، ترجوه مع الله. لماذا؟ عنده نشر
فشوف احترافه انه ربنا هو الخالق والرازق، ده يلزمك انك تعبد وحده. يا اخي الشيوخ ده الا بيزوق ولا يملك لك شيء ولا يرزقهم، بل هم فقراء زيك، عبيد ضعفاء. يا ايها الناس انتم الفقراء. الشيخ ده من الناس، فقير ما عنده شيء، والله هو الغني الحميد. فشوف ربنا، انت احترفت لربنا بالخلق والرزق والتدبير، لا بد تعبد وحده. ربنا توالي قال لا اله الا هو فانى تؤفكون. كيف تخلوه وتدعو غيره وتنادوا الموتى وتنادوا الغائبين، تنادوا الرسل، تنادوا الانبياء، كلهم خلق وعبيد لله سبحانه وتعالى. فكيف تتركون الخالق الرازق المدبر وتذهبون الى الفقير المخلوق الميت الضعيف؟ افمن يخلق كمن لا يخلق؟ يا ناس، ربنا يتعجب فأنا توفكون. كيف تضل بعد ما أقر، بعد إقراركم بأن الله هو الخالق الرازق؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك. وعهد الله سبحانه هو إفراده بالعبادة. دعاهد ربنا معانا أن نفرده بالعبادة، أن نعيش في هذه الدنيا لأجل تحقيق العبادة لله سبحانه، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا عهد الله، أن يعبد وحده لا شريك له. فلا نبي ولا رسول ولا صالح ولا جن ولا إنس يستحقون أن يعبدوا مع الله سبحانه وتعالى. ما عندهم ليك شيء يا أخي. الله سبحانه وتعالى يقول: ذلكم الله ربكم له الملك. يا أخي الملك كله حق ربنا سبحانه، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ما عندهم شيء، أقل شيء ما عندهم. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. الأنبياء، الرسول صلى الله عليه وسلم، لو ناديته ندهته ما بيسمع دعاءك، لأنه دون الله، لأنه مخلوق، لأنه هو صلى الله عليه وسلم عبد لله سبحانه. تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ويوم القيامة، دي الورطة، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. ده الشرك، ربنا توعد صاحبه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أنت بقدر استطاعتك تكون في عبادة الله وإخلاص الدين الله سبحانه وتعالى. أعوذ بك من شر ما صنعت، أي ألتجئ إليك وأحتمي بك. الاحتماء والاستعاذة واللجوء لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. ما في حجاب بحمي، ما في قبة بتحمي، ما في شيخ بحمي. أعوذ بك أنت يا الله يا ربي من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي. هذه النعم التي كما أسلفنا في الآية: اذكروا نعمة الله عليكم، نعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم ربنا، أبوء أحترف إنك منعم علي مع تقصيري مع ذنوبي، وأبوء بذنبي، أعترف لك بذنبي فاغفر لي. وشوف هنا النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل لربنا بالتوحيد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. وده أعرف التوسل، وده سيد التوسل، لأنه ربنا قال ده سيد، النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار. فشوف سيد التوسل وأكمل التوسل أن تتوسل لله سبحانه بتوحيده. رب النبي صلى الله عليه وسلم توسل لربنا، ما توسل لي بالأنبياء قباله، ما توسل لي بالملائكة، توسل بأحسن الأعمال وأفضل الأعمال، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. توسل بهذا العمل العظيم
فشوف وانت الحديث وريك دل على الناس اللي بيقول لك نحن نتوسل بالموتى او 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 الصالحين او او غيرهم. هؤلاء في ضلال، بل التوسل يكون بافراد الله بالعباده وبتوحيد الله سبحانه وتعالى. وده فيه ان اذا تتوسل تتوسل بايمانك. ربنا امنا بما انزلته واتبعنا الرسول. تتوسل تتوسل الذي ذكره الله في القران، وهذا الذي في الحديث هو توسل توسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بذنبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ما في أحد. وده يوريك كثير من القصائد الناس بترددها، ناس تمدح في النبي صلى الله عليه وسلم تقول يا غافر يا غافر الذنوب سلام عليك، وده ضلال. وهنا النبي يقول مخاطبا ربه إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وتعتقد إن الذي يغفر الذنوب هو الله وحده لا شريك له، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وشوف عاقبة التوحيد، الزول اللي بيوحد الله وبيلتقي لله وبيمسك في الله، لا حجاب لا شيخ لا غيره، ربنا قال اللي بيقول الكلمة دي موقنا بها، ما باللسان ساي وانت بتنادي الشيوخ ولا معلق حجاب. لابد من اليقين، لابد من معرفة والعلم بهذا الكلام. من قاله موقنا به، ما كلام باللسان، عشان كده لا إله إلا الله مجرد النطق بها لا ينفع، لابد من العلم واليقين. عشان كده المنافقين لما قالوها ما نفعتهم شيء، لأنهم ما تيقنوا وعلموا وعملوا بهذه الكلمة. فلا بد إنك بعد تعرفه تتيقن. وتعمل بهذه الكلمة حتى تدخل في هذا الحديث وتكون من أهل الجنة إذا دومت على هذا الذكر موقنا بها. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.